يقبل ابن الأثير كلامه، قال: فلما قتل نائب خوارزم شاه أصحاب جنكس خان، أرسل جواسيس إلى جنكس خان لينظر ما هو وكم مقدار ما معه من الترك وما يريد أن يعمل. فمضى الجواسيس وسلكوا المفاز والجبال التي على طريقهم حتى وصلوا إليه، فعادوا بعد مدة طويلة. لا ننسى، يقول بيننا بين خوارزم وبين بلاد الصين بلاد التتار مسافة ما يزيد على 6 أشهر بين التتار وبين بلاد الإسلام. يقول: فمضى الجواسيس وسلكوا المفاز والجبال التي على طريقهم حتى وصلوا إليه، فعادوا بعد مدة طويلة وأخبروه بكثرة عددهم وأنهم يخرجون عن الإحصاء وأنهم من أصبر خلق الله على القتال، لا يعرفون هزيمة، وأنهم يعملون ما يحتاجون إليه من السلاح بأيديهم. فندم خوارزم شاه على قتل أصحابهم وأخذ أموالهم، فجمع خوارزم شاه أمراءه ومن عنده من أرباب المشورة فاستشارهم، فقالوا: الرأي أن نتركهم يعبرون سيحون إلينا ويسلكون هذه الجبال والمضايق، فإنهم جاهلون بطرقهم ونحن عارفون بها، فنقوى حينئذ عليهم ونهلكهم فلا ينجو منهم أحد. فبينما هم كذلك، إذ ورد رسول من هذا اللعين جنكس خان معه جماعة يتهدد خوارزم شاه ويقول: تقتلون أصحابي وتجاري وتأخذون مالي منهم، استعدوا للحرب، فإني واصل إليكم بجمع لا قبل لكم به. هذا هو سبب الهلاك والدمار على المسلمين. هذا الكلام للعقال، للعقلاء، للإنسان، لبني البشر. أما للعقول المتحجرة، لابن تيمية وأبناء تيمية وأبناء ابن تيمية، للمارقة، للدواعش، فهذا الكلام لا يطرق عقولهم لأنها حجارة، وأشد قسوة من الحجارة، لا تتقبل أي فكر وأي عقلانية وأي منطق، ولا تتقبل أي أخلاق ولا شرع ولا إنصاف ولا ضمير ولا إنسانية أبدا. إذن ما هو السبب؟ لا ننسى هذا السبب. يقول: فبينما هم كذلك، إذ ورد رسول من هذا اللعين جنكس خان معه جماعة يتهدده خوارزم شاه ويقول، لاحظ السبب هذا، يقول: تقتلون أصحابي وتجاري. لاحظ، إذن كان هو في أمان، في سلام، في حسن جوار، في ظن حسن. لاحظ، أرسل أصحابه وتجاره معهم الأموال الكثيرة الكثيرة من أجل التجارة، من أجل شراء الثياب والكسوة، لكن السلاطين غدروا بهم، قادة المسلمين غدروا بهم، أئمة المسلمين غدروا بالتجار، خلفاء المسلمين قتلوا التجار. تقتلون أصحابي وتجاري وتأخذون مالي منهم، استعدوا للحرب، فإني واصل إليكم بجمع لا قبل لكم به.